أهلا بكم. أعادت قضية جثث جرف الصخر 231 التي دفنتها جمعية تابعة لميليشيا الحشد في كربلاء ملف المخطوفين والمغيبين قصرا إلى الواجهة مرة أخرى. وبالرغم من تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ملف المختطفين والمغيبين قصرا في السجون الحكومية السرية والعلنية، وهم في غالبيتهم الساحقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ونينوى وكركوك ومناطق حزام بغداد، إلا أن مصير هؤلاء المغيبين قصرا ما زال مجهولا على وفق الرواية الحكومية، بينما تؤكد منظمات حقوقية دولية وعراقية مستقلة أن معظم هؤلاء المخطوفين قامت الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة بإعدامهم ميدانيا وبشكل جماعي، ويجري التخلص من جثثهم على شكل دفعات في فترات زمنية مختلفة تحت عنوان جثث مجهولة الهوية. المغيبون قسرا والتخلص من جثثهم بعد قتلهم هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا رفضت كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق الجديد حسم ملف المخطوفين والمغيبين قسريا؟ وهل الجثث التي يعثر عليها بين الحين والآخر هي فعلا جثث مجهولة الهوية تتعلق بقضايا جنائية، أو هم ضحايا ما يسمى الإرهاب على وفق الروايات الحكومية الرسمية؟ ولماذا يتخلص من هذه الجثث عبر تسليمها إلى الجمعيات غير الحكومية لدفنها تحت جنح الظلام بدون أي إجراءات حكومية؟ ولماذا التخلص مما يسمى الجثث مجهولة الهوية هي جريمة مركبة ومحاولة واضحة لطمس معالم الجريمة والتستر على مرتكبيها؟ وإلى من يتوجه ذوي المغيبين قسريا إذا كانت الحكومة وميليشياتها هم يقومون بتصفيتهم جماعيا والقضاء الحالي في العراق محطم بالكامل؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، فرح الخطاب، ناجي حرج، ثامر العلواني. المسلخ البشري، الأرض المحرمة على أهلها، والصورة المصغرة للتغريبة العراقية، عبارات تصف شيئاً مما يحدث في ناحية جرف الصخر بعد أن اجتاحتها الحرب وسيطرت عليها ميليشيات إيران وعلى رأسها ميليشيا حزب الله. قبل نحو 5 سنوات تحولت الناحية إلى منطقة عسكرية لا يسمح حتى للساسة بدخولها، لتجري بها فظائع التعذيب والقتل لآلاف الأشخاص الذين اعتقلوا عند نزوحهم من مناطق غربي العراق إبان العمليات العسكرية. المصير المجهول لمعتقلي جرف الصخر بدأت تكشفه الجثث التي يعثر عليها تباعا، أخرها 231 جثة تولت جمعية غير حكومية دفنها في محافظة كربلاء. أطفال ونساء ورجال، بعضهم قتل بالرصاص وبعضهم ذبحا وحرقا. أكد نواب أنهم من نازحي مناطق غربي العراق واعتقلوا في ناحية جرف الصخر. نوري المالكي وحيدر العبادي وأخيرا عادل عبد المهدي: كلما جاءت حكومة ورثت من أختها ملف المعتقلين المغيبين ممهورا بدماء القتلى ومباركا له من الساسة السنة الذين سلموا أهلهم قربانا على مذبح العملية السياسية. الحديث عن جرف الصخر لا يأتي لخصوصية المشهد، وإنما لما يفتح الباب إلى ملفات المغيبين بأسرهم. بين 250,000 إلى 1,000,000 مغيب، أين ذهبت هذه الأرقام في طابور المقاصر التي شرعتها إيران عند كل مدينة وبلدة؟ التاجي والرزازة والصقلوية بلدات معتقلين وقتلى معلومي الهوية، وإن جهل البعض تلك الهويات أو تجاهلها. فتح هذه الملفات لا يعني أن المواطن العراقي يسائل أقطاب المنظومة الحاكمة عن مصير المعتقلين أو يبحث منهم عن حل لقضية نازحي جرف الصخر أو غيرها، ففاقد الوطنية لا يعطي حقوق أهلها. فتح هذه الملفات جاء لكي يخلد ويوثق تاريخ الجرائم الطائفية في سجل العراقيين في وقت يحاول فيه طمس هوية طرفي الجريمة، الضحية وقاتلها. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ملف المغيبين والمخطوفين في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا من جنيف في سويسرا المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج، ومعنا أيضا عبر سكايب أيضا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا.
حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاح. دكتور، ملف المغيبين أو المختطفين والمخفيين قصرا ملف ابتدأ منذ عام 2003 مع الاحتلال الأمريكي، وطبعا لاحقا كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق الجديد ترفض حسم هذا الملف أو إغلاقه أو تقديم أي معلومات عن هؤلاء المخطوفين أو المغيبين قصرا، وهذا ما تشكو منه المنظمات الحقوقية العراقية والدولية، هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية وغيرها. هل في هذا الملف استثمار سياسي ينفع الحكومة، يفيد الحكومة، ولذلك ليس في وارد حسمه وإغلاقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، من البداية مع احتلال العراق عام 2003 كانت السمة الأساسية التي يمكن أن يسمى بها العراق هي الفوضى، وكانت هذه الفوضى يعني مطلوبة وما زالت مطلوبة، وهي القائمة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، 16 سنة من الفوضى حقيقة. داخل هذه الفوضى، عندما تثار هذه الفوضى، يمكن التحرك لكل هذه العصابات، الميليشيات، يعني كل الجهات التي تخطف، كل الجهات التي تستطيع أن تغير ديموغرافيا، تستطيع أن تعتدي على الناس، تسرق، تقتل، تنهب، كل هذه الفئات تستطيع أن تتحرك تحت هذه الفوضى، تحت مظلة الفوضى. عندما يكون هناك قانون، عندما يكون هناك استقرار، كل هذه العناوين الميليشياوية، العصابات، غيرها لا تستطيع أن تتحرك، لأن هناك قانون، هناك قوى، هناك أمن. فنحن لدينا فوضى أمنية، فوضى سياسية، فوضى اقتصادية، فوضى في كل الاتجاهات. فوضى مخلوقة نعم، مصنوعة، صناعة، صنعت هذه الفوضى لهذه الأغراض. دعنا من حديث عن الفوضى الخلاقة، لكن هذه الفوضى كانت مطلوبة وما زالت مطلوبة. داخل هذه الفوضى كان هناك مخطط. هذا المخطط جزء من عنده لتغيير ديموغرافي، لإزاحة وإحلال. وبدأ هذا المسلسل من عام 2003 والصاعد وصولاً إلى عام 2006 عندما تم التفجير في سامراء. بدأ المسلسل واضح على الأرض، عمليات التهجير، عمليات التغيير الديموغرافي، عمليات الاستيلاء على القتل، الذبح، وكانت عمليات الخطف والتغييب مستمرة، وصولاً إلى خروج العراقيين في مظاهرات واعتصامات، وبدأت قضية تدمير المدن، وبدأت بالرمادي وصلاح الدين والموصل، وكل هذه كل هذه الأفعال رافقتها عمليات خطف وتغييب لأعداد كبيرة من المواطنين. يعني هناك تقارير تتحدث أنه أكثر من 1.5 مليون عراقي دخلوا السجون، زاروا السجون، دخلوا السجون في هذه الفترة. هناك 700,000 الآن، وربما أكبر من هذا العدد دخلوا السجون. كثير منهم لم تسجل، يعني لم تسجل أسماءهم، غير معروفين. وهذا يذكرني طبعا هذا الأسلوب، نفس الأسلوب هذا التبع إيران. وإيران في قضية الحرب العراقية الإيرانية غيبت الكثير من العراقيين، من الأسرى العراقيين بهذه الطريقة، غير معروف، وصولا إلى حتى عام 1991 بعد الخروج من الكويت، خروج الجيش العراقي من الكويت، بعض القطاعات العراقية مالت شرقا ودخلت إلى الأراضي الإيرانية بدون دراية، يعني بسبب القصف الأمريكي، بسبب الهروب من ساحة المعركة من هذا الطريق اللي يسمى طريق الموت. نعم. تجهوا القسم من عندهم ودخلوا إلى الأراضي الإيرانية واختطفوا، آلاف مؤلفة من هؤلاء اختطفوا، لم يعرف عنهم شيء ولم تسلم أسماءهم لمدة هذه أكثر من يعني من 91 إلى 30 سنة. الآن ظهرت قبل أشهر، ظهرت مؤشرات على وجودهم وإطلاق سراح بعض من عندهم مغيبين أيضا. إذن هذه الطريقة الميليشياوية التي تستخدمها ميليشيات إيران هذه مطبقة في إيران. فبدت عمليات تغييب لكثير من العناصر، قتلوا، قطعت جثثهم، دفنوا في أماكن كثيرة. كانت في فترة من الفترات يعني يوميا في الشوارع أكثر من 500 جثة مجهولة الهوية، سمى مجهولة الهوية، وهي معلومة طبعا، هذه كل القضايا اللي سمى مجهول الهوية هي معلومة الهوية، لكن هم يريدون أن يغيبوا شكل المقتول، شكل المعتدى عليه، شكل يعني يسلبوه حقه في الحياة وحق أهله في التعرف عليه. هذا ما حصل. لذلك في الطب العدلي في بغداد وغيره
كانت مصائر، قصص كبيرة. اليوم من تصريح لمسؤول في الطب العدلي في بابل يقول أنه أغلب هذه الجثث التي من 230 انتزعت منها أعضاءها. نعم. والقضية يعني هم ربما الكثير من الآن من هذه الأحزاب والقوى الحاكمة في العراق تتمنى لو القضية تنحصر في قضية جثث ومجهولة الهوية. هي القضية ليست قضية جثث ومجهولة الهوية، القضية قضية مغيبين، قضية آلاف عشرات الآلاف. يعني ربما الآن الحديث يتحدثون عن 13 إلى 14 ربما 15 ألف مغيب غير معروفة. هناك يعني سجلات مقيدة وناس مقدمة أوراق ثبوتية بتغيبهم هؤلاء، اختطفوا من بيوتهم، من شوارع، من أماكن عملهم، من كل الأماكن، وغيبوا، خرجوا من مدنهم، وخاصة بعد أحداث الرمادي والموصل كل الذين خرجوا في السيطرات كانوا يختطفون، وبالذات الشباب والرجال. هذه نقطة أيضا لا سمحني دكتور، الحقيقة السؤال إلى دكتور فالح الخطاب، رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية وقائد شرطة بابل نفى نفيا تاما أن تكون لهذه القضية، قضية الجثث اللي في جرف الصخر، جثث مجهولة هوية، نفى أن تكون لها أبعاد يعني طائفية. القضية قضية جنائية لا تتعلق لا بطائفة معينة ولا بمنطقة معينة، وأن هؤلاء المغدورين أو هذه الجثث تعود لأشخاص قتلوا في مشاكل جنائية، في مشاكل عشائرية، ضحايا ما يسمى الإرهاب. فعلا يعني القضية هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني للأسف التصريح اللي أدلى به ما يسمى رئيس مجلس النواب ومعه وزير الداخلية هو تصريح مدفوع الثمن. كل العالم يعلم أن هذا كذب وكذب محض، بل هو من العيب أن يتكلم هذا الكلام. على الأقل وزير الداخلية اللي وقف يتحدث هو مسؤول عن أمن المواطنين، وينبغي إذا كان الأمر هكذا لما لا يكون هؤلاء يسلمون إلى أهليهم، إلى 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 يكشف عن أسمائهم، عن الحيثيات الأيدية لهم. هذا كلام طبعا من الكذب. لكن دعني أقول لك شيء أستاذ ماجد، الموضوع كله يتعلق بخطة بعيدة المدى تنفذ منذ عام 2003، لكن ظروفها لم تنضج إلا مع الأيام فعلا. يعني كما أشير إلى 2006 كنقطة مفصلية، هناك عملية تفجير سامراء، تقصد تفجير سامراء. نعم. بالضبط. وبدء الحرب، ما يسمى الحرب الطائفية أو كذب، ليس هناك حرب أهلية لكن حرب طائفية. الهدف مما يجري كله هو إحداث رعب جماعي لسنة العراق. الهدف منه إدخال رعب جماعي على سنة العراق بهدف تهجير أكبر عدد ممكن منهم، بمعنى أنه من يهجر قسريا بالطريق التغيير الديموغرافي اللي نشهد الآن يتم غيره. يعني كما قال المثل انجو سعد فقد هلك سعيد. نعم. الموضوع هو عبارة عن إدخال الرعب وإدخال اليأس في قلوب الآخرين. قبل في عام 2018 صدر كتاب مهم جدا للباحث البريطاني توماس سويرز اسمه دولة الإرهاب كيف نشأت دولة إسرائيل الحديثة. يتحدث فيه عن المنظمات الإرهابية تشتيرن والإرغون والهاغانا كيف فعلوا ماذا. يقول في 13 نيسان 1948 وقف ممثلين عن منظمة الإرغون بمؤتمر صحفي بعد مذبحة دير ياسين. أوقفوا مجموعة طويلة جدا من الرجال، نساء، أطفال، صوروهم ثم ذبحوهم وقال نحن سنفعل هكذا إلى أن نقيم إسرائيل الكبرى في شرق الأردن. ما يجري اليوم هو عملية إدخال رعب ممنهج. يعني كشف هذه الجثث هذا ليس مصادفة وليس عبارة عن يعني عملية خيرية كما يسمون، إنما الهدف من عنده هو حتى العملية الخيرية والجمعية الخيرية اتضح أنه المسؤول عنها رعد الشوك هو واحد من مسؤول الدعم اللوجستي في ميليشيا الحشد، وهناك صور ظهرت له على يعني يحمل سلاح ويقاتل مع الميليشيات. بالتأكيد. لكن أكثر من هذا العملية كلها نفسية ومقصودة. تخيل أن المغسل اسمه مغسل العلقمي. نعم. يعني أنت تتحدث عن قضايا. ثم لماذا هذا الاختيار دائما في عيد الأضحى؟
نحن نعرف عيد الأضحى ماذا حدث فيه سابقا، والآن أيضا في عيد الأضحى يقدمون هذه الأضاحي بهذه الطريقة. هناك عملية مبرمجة بهدف إدخال الرعب وعملية التغيير الديمغرافي التي يريدون منها تهجير وتدمير سنة العراق، من أجل كما نقول دائما إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا، تحييد العراق، إفقاد العراق لهويته التاريخية المعروفة. أشكرك الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة في جنيف. أولا مساء الخير. مساء الخير أستاذ. الحقيقة المركز الجنيف الدولي للعدالة مهتم بالقضايا الحقوقية، وطبعا كان أيضا لديه بيان فيما يتعلق بالجثث اللي ظهرت في جرف الصخر. هل لدى المركز إحصائية دقيقة أو تقريبية عن المغيبين أو المخطوفين أو المخفيين يعني قسريا، والجهات المتهمة بعملية خطفهم أو إخفائهم؟ أهلا بكم مرة أخرى. الحقيقة هذا من المواضيع الأساسية التي نتابعها في مركز جنيف الدولي للعدالة، وقمنا بمحاولة لعملية توثيق حالات الاختفاء القسري. قدمنا تقريرنا إلى لجنة الاختفاء القسري عند مراجعة تقرير العراق عام 2015، كانت هنالك مراجعة لتقرير العراق في هذه اللجنة. من الصعب القول أن هنالك جهة معينة تحتفظ بكل أعداد المختفين قسريا لصعوبة عملية الإحصاء في العراق، وللخوف الكبير الذي تواجهه العوائل. يعني هنالك عوائل لا تريد حتى أن تصرح من 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 هذا الخوف من الميليشيات أو خوفها على ما تبقى من أبنائهم. لكن نحن من الجهات التي قدمت إلى الأمم. النائب مقداد الجميلي تحدث عن 16,000، وكلهم طبعا قال من العرب السنة. هذه 16,000 موجودة لدينا، نحن قدمناها إلى الأمم المتحدة. 16,000 هذه هي المختفين قسريا في الأعوام الأخيرة، يعني نتحدث فيما يتعلق من عام 2014. تمام، نعم 2014 وما بعده. نعم صحيح. نعم. لا تشمل الأعداد الأخرى التي نحن نحاول أن نوثقها من عام 2003، ولذلك تقديراتنا كانت مع لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري، قلنا أن العدد قد يصل إلى المليون، وبالتأكيد يتجاوز 250,000 من خلال ما جمعنا من بعض الإحصاءات. ومن خلال ظهر العفو آسف على المقاطعة في تقرير لهيومان رايس ووش نقلا عن اللجنة الدولية للمفقودين في العراق، من 250,000 إلى مليون مغيب قسريا أو مفقود. نعم، هذا أيضا ذكرته لجنة الاختفاء القسري بعد أن ذكرنا نحن هذا الرقم. أيضا لجنة الاختفاء القسري ثبتت هذا الأمر وقدمت مطالبات واضحة للعراق، لأن العراق عضو في اتفاقية الاختفاء القسري. من هذه المطالبات أن ينشأ سجل وطني بكل المختفين قسريا، يعني طالبت الحكومة العراقية أن تستخدم كل سلطاتها وكل أجهزتها في محاولة لتسجيل كل أسماء المختفين قسريا. لكن الحكومة، هل كان هناك رد من الحكومة على هذه المناشدة أو المطالبة؟ لا، للأسف لم يكن هنالك رد. واللجنة يعني حتى كل يعني اللجنة حتى عبرت عن أسفها أنه كل ما ادعته المعارضة العراقية سابقا والحاليا هم في السلطة من حالات الاختفاء القسري حتى في النظام السابق عجزوا عن تقديم أسماء موثقة فيها، عجزوا عن توثيقها، لكنهم طالبوا الحكومة بشكل واضح أن تقوم بعملية توثيق وإحصاء لكل المختفين القسريين. أستاذ ناجي، ما دام العراق عضو في هذه اللجنة واللجنة طالبت من الحكومة في العراق بتقديم معلومات أو تفاصيل عن هؤلاء المخطوفين والحكومة رفضت أو أحجمت، هل يترتب عليها شيء من التزامات قانونية مثلا إذا الحكومة رفضت؟ الاختفاء القسري حسب القانون الجنائي الدولي هو جريمة ضد الإنسانية. نعم. واللجنة ثبتت ذلك إلى الحكومة، قالت لهم أن هذا الاختفاء هو جريمة ضد الإنسانية، وعليكم حتى القوانين أن تتغير، وأن يعرف رؤساء الوحدات والرؤساء والمسؤولين في الدولة أنهم عندما لا يتعاونون أو عندما يسكتون على
هذه العملية فأنهم يعتبرون مشاركون في جريمة ضد الإنسانية، هذا مثبت في توصيات اللجنة التي صدرت في سبتمبر 2019. أسألك سؤال آخر مضطر أقاطعك، طيب ما دام طبعا ذوي الضحايا وهناك وقائع كثيرة وأيضا اتهامات وشهادات وتقارير من منظمات دولية وأيضا عراقية، هيومن رايتس ووتش العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان، مركزكم قسم حقوق الإنسان، فئة علماء المسلمين، الكل تجمع على أنه من يقوم بعمليات الخطف والاعتقال والتغييب هي مؤسسات حكومية تابعة للحكومة للدولة، يعني القضية لا تتعلق بتنظيمات خارج على القانون، هي تابعة للدولة تابعة للجيش ومنها الميليشيات ومنها ميليشيا الحشد، ولذلك اللجنة كانت واضحة جدا مع الحكومة في هذا الجانب، يعني عندما أشارت إلى أنها يعني أن على الحكومة أن لا تتذرع فقط بوجود جهات أخرى، يعني تذرعت بداعش وغير داعش، نعم. الحكومة مسؤولة، وأن هنالك تقارير موثقة، يعني هذا ما أكدته اللجنة لوفد الحكومة أنها تسلمت تقارير موثقة تؤكد قيام الوحدات التابعة إلى الحكومة والميليشيات المرتبطة بها بعمليات إخفاء قسري، هذا ثابت جدا كان في التقرير الذي قدم إلى الحكومة العراقية، وثابت أيضا طبعا في مواقف أخرى، يعني من الصعب الآن أن نستعرض كل الوثائق الدولية التي ظهر فيها موضوع الاختفاء القسري، نحن أيضا قدمنا ملفات كاملة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، وبالتالي هنالك متابعة على هذا الموضوع، لكن المشكلة هو عدم استجابة السلطات العراقية. نعم دكتور ثامر العلواني في عمان، أولا مرحبا بك معنا. حياكم الله استاذ ماجد، اهلا. في بيان هيئه علماء المسلمين المتعلق بقضيه جثث جرف الصخر، تحدث البيان عن انه الحكومه دفعت بهذه الجثث، طبعا وهذا ايضا يعني الواقع موجوده والقضيه غير مقتصره على ما ورد في البيان، الى جمعيه لدفن هذه الجثث. اتضح لاحقا أن هذه الجمعية تتبع أصلا الميليشيات، المتهم الرئيس بتصفية هؤلاء المخطوفين، لماذا الحكومة برأيك تستعين بجمعية تتبع الميليشيات هي المتهم الرئيس بقتل هؤلاء المخطوفين؟ أخي الكريم، أولا لازم نقل سلام يكون المجرم محكوم والمقيد معلومون تعلمهم أهلهم ذويهم. كل أكو مشكلة بالصوت؟ نعم بالصوت. أكو مشكلة بالصوت، إذن إلى أن يعدل قضية الصوت أو يعالج نتوقف عند هذا الفاصل القصير ونشاهد فيه هذا التقرير عن أبرز المواقف والتصريحات الصادرة من المؤسسات العراقية وغير العراقية، الحقوقية وغير الحقوقية، فيما يتعلق بملف المغيبين والمخطوفين في العراق. ابقوا معنا. سلام 31 جثة مجهولة الهوية.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في ملف المخطوفين والمغيبين قسريا في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي والدكتور فالح الخطاب، معنا أيضا من جنيف عبر سكايب المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج، ومن عمان كان مفروض عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، هو الآن معنا على التليفون. قبل الفاصل كنت قد سألتك دكتور ثامر لماذا الحكومة تدفع بهذه الجثث إلى جمعية تتبع الميليشيات لدفنهم، يقوم بدفنهم عناصر أصلا ومقاتلون من الميليشيات؟ الكريم أستاذ ماجد، أولا أكيد وقطعا هي بحجة أن هذه كتف مجهولة الهوية، وهذا كلام غير صحيح. الكتف ليست مجهولة الهوية، بل هي جريمة متكاملة الأركان وقعت على المغيبين قسرا من أهل جرف الصخر. فلا الكتف مجهولة الهوية ولا المجرم مجهول الهوية، فالضحايا معلومون يعرفهم أهلهم المنكوبون. لو طلب منهم التعرف إليهم من أهل المنكوبين لتعرفوا إليهم، لو تم نشر صورهم لتعرفوا علينا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لتغطية هذه الجريمة. هم أتوا بجمعية خيرية مسماها جمعية خيرية، لكن في الحقيقة هي تتبع لميليشيات، والصور تثبت أن المسؤول على هذه الجمعية انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مشارك أيضا في حملات تطهير طائفي في جرف الصخر وغيرها. لكن لماذا أعطيت هذه الجثث لهذه الجمعية؟ أولا لطمس حقائق هذه الجريمة، لأنها جريمة تدخل في إطار جرائم الإبادة الجماعية، وهذا هذه تستوجب محاكمات دولية. إذا لم تقم الحكومة بواجبها ومتابعة هذه الجريمة ستقدم أيضا هي للمحاكمة الدولية. ثانيا، هذه الجمعية جمعية الزهراء واجهة من واجهات ميليشيات الحشد، فهي مشتركة في الجريمة تحت غطاء جمعية خيرية. فنحن نتكلم إذن عن مجرمين مقسمة أدوارهم وأفعالهم الإجرامية. الأمر الآخر، لا ننسى البعد الطائفي في الموضوع، لأن هذه الجمعية طائفية وهي تتبع لميليشيا الحشد، فهي تقوم بواجبها طمس معالم الجريمة وحرق كل الأدلة التي تدين ميليشيات الحشد. إذا نظرنا إلى اسم الجمعية، إذا نظرنا إلى أين غسلت هذه الجثث، غسلتهم في مسمى طائفي وظهر من العدد. رابعا، وهذا مهم جدا، هذا الذي فعلته الحكومة والميليشيات هو استهتار بدماء العراقيين، لأنه لا حرمة لا للحي ولا للميت عند هؤلاء، بسبب أنهم يحملون في قلوبهم حقدا طائفي يتغذون عليه باستمرار حكمهم وسلطتهم في العراق. وهذا سيأخذنا لسؤال مهم، أين الحكومة وأين واجبها في مثل هكذا قضايا؟ هذا يعني أنه لا حكومة ولا سلطة تعلو سلطة الميليشيات، وهذه هي الحقيقة الجارية في العراق. إذا رجعنا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الجانب، جانب الاختفاء القسري، هي الجريمة بدأت من اختفاء قسري ثم دفن جثث مجهولة الهوية تحت مسمى مجهولة الهوية. الاختفاء القسري، المعاهدات والقوانين الدولية تمنحه بأي شكل من الأشكال، وسأقرأ على مسامعكم بعض الاتفاقيات التي، لأن الوقت ضيق، إذا سمحت لي سنعود إلى قضية المواثيق أو القوانين الدولية ذات الصلة بهذا بقضية المغيبين أو المخطوفين. دكتور رافع الفلاحي، قوى الحكم الحالية الآن عندما كانت في المعارضة ملأت الدنيا ضجيجا عما يسمى المقابر الجماعية للنظام يعني السابق، الآن هذه المقابر الجماعية، الآن مقابر جماعية فعلا موجودة، الآن جثث بالمئات تلقى أو تترك في ثلاجات الطب العدلي لسنين ثم تدفن بهذه الطريقة بدون معرفة ذوي الضحايا، بدون أي معلومات عن هذه الجثث، بل حتى السلطات تبرر وتدافع عن هذه القضية، لا تكتفي فقط بأنها متهمة بأنها هي من ترتكب هذه الجرائم ميليشياتها، تدافع وتبرر. يعني هذا التناقض في مواقف هذه القوى عندما كانت معارضة وفي الحكم، يعني كيف يفهم؟ أستاذ ماجد، ربما يعني علينا نقول أنه من عام 2003 لحد الآن
أكثر عبارة ترددت على أسماعنا في هذا العراق الجديد؟ نعم. عراق الاحتلال. نعم. من قبل سلطات الاحتلال، من قبل السلطات التي نصبها الاحتلال، من قبل كل أحزاب وقوى العملية السياسية وشخصياته، أكثر عبارة تكررت على مسامعنا طوال هذه السنوات هي عبارة المكونات. نعم. باعتبار أن المكونات، أن العراق مكونات، وقضية المكونات، وهم جاءوا من أجل المكونات. لكن المضحك المبكي في هذه القضية أنه أكثر يعني ما أصاب المكونات في العراق من عام 2003 لغاية اليوم لم يحصل لهم طوال تاريخ العراق كله، اللي فيه مكونات وكانت تتعايش بسلم وبحياة آمنة طوال قرون وعقود، ولم يحصل لها شيء. أريد أن أقول أنه عملية التغيير الديمغرافي التي يعني أشار لها ضيوفك لم تشمل فقط السنة الحقيقة، يعني حتى لا نكون منصفين، القضية شملت السنة والمسيحيين بالأديان والصابئة، كانوا المسيحيين في 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 البصرة، في بغداد، الصابئة في العمارة، كل هذه، وفي سهل نينوى، الخطف والتغيير الديمغرافي شمل الجميع الحقيقة، شمل كل ما يدافعون عنه عن مكونات. لكن هم كانوا يتحدثون عن مقابر جماعية وقضايا طائفية، وهذه استخدمت. الآن أي حديث تتحدث، ونحن نتحدث عن الـ عن الـ عن المغدورين، نعم، عن المغيبين، عن الجثث المجهولة الهوية، حتى عن المكونات، حتى يقولون هذا حديث طائفي، يعني سيعيدنا إلى المربع الأول. وما هو المربع الأول؟ لا أعرف، يعني إذا كان المربع الأول هو الفوضى، والفوضى سياسية وفوضى أمنية وفوضى اقتصادية، ما زلنا في المربع الأول، ما زلنا لم نقادر المربع الأول. كل زعماء الأحزاب الطائفية وزعماء الميليشيات اتهموا أي شخص يتحدث عن هالقضية أنه مثير للطائفية، نعم، يسعى ليرجع الطائفية، نعم، مرة ثانية. نعم. الحديث عندما يتحدث أي واحد عن مجهولين، عن حقوق الإنسان، وهذا ليس حديثا طائفيا. إذا كان المغدورين من السنة، هذا ليس حديث، هذا توصيف لواقع حال، كانوا في سجون ومغيبين وأربع سنوات. عندما يتحدث نوري المالكي مثلا، وهو زعيم حزب الدعوة، يتحدث أنه الموصل خسرناها عام 2014 ودخله داعش، هزيمة الجيش. لماذا؟ لماذا؟ وقال أنه لأنه 90% من الجيش العراقي من السنة والأكراد. السنة والأكراد هم الذين سلموا. يتهم الناس بالخيانة، يتهم مكونات معينة عرقية ومذهبية بالخيانة، لا يقولون أن هذا الكلام طائفي، هذا كلام غير طائفي، حتى هو وهو غير حقيقي طبعا. في حديث قبل سنة قال لو أن الثورة في سوريا نجحت لعاد السنة إلى حكم العراق مرة ثانية، هكذا وهذا قال. هذا الكلام كله، والكلام اللي قبله، الخزعلي يقف ويقول احنا ذاهبين، نعم، لقتال الموصل لانه بيها قتلت الحسين، نعم، وذول احفاده، نعم، هذا كلام غير طائفي، نعم، نعم. لكن ان يتحدث انسان عن ناس مغدورين ومقتولين ويدعون انه مجهولين الهويه، هذا حديث طائفي. محافظ بابل يخرج يقول انه هؤلاء، من قال؟ يعني يتحدثون عن عدد 31 200 300، وليس العدد المهم الحقيقة، لكن يتحدث يقول أنه من قال هؤلاء يعني مو مجهولين؟ ذولا مجهولين هوية. كيف مجهولين هوية؟ قال هم ذولا يعني مو من ذولا، مو من جرف الصخر ولا من سجون، ذولا بسبب نزاعات اجتماعية، نزاعات عشائرية، جنائية. لاحظ المضحك المبكي في نفس، إذا كانت نزاعات عشائرية ونزاعات اجتماعية فهي إذن جثث معروفة، نعم، إذن العشائر والمجتمع يعرفون هؤلاء منه، كيف قطعت جثثهم واعتبروا مجهولي الهوية؟ كيف هذا الكلام؟ كلام غير منطقي، غير حقيقي. إذن هو الكلام من البداية مرتب بطريقة يريدون أن يخرجوا هذا الفيلم الهابط إلى الوجود ويقنعوا الناس به، غير قادرين على إقناع الناس به. القضية قضية لها علاقة بنظام طائفي، بنظام عاصصي طائفي. هناك من خرجوا من سجون موجودة في جرف الصخر الآن، بعض قليل جدا، واحد أو اثنين خرجوا ورووا روايات يشيب لها الولدان حقيقة. تحدثوا عن 4,000 و5,000 واحد مغيبين في هذه السجون، وخرجوا ونالوا من التعذيب ما نو. وهذه السجون ليست، نعم، مقتصرة على، نعم، جرف الصخر، في مناطق كثيرة، نعم، ويصفون الكثير في يعني
جسر بزيبز في سيطرة الرزازة، وقضية السجون السرية معروفة، السرية العلنية حتى في المنطقة الخضراء كان هناك أهاليهم يطالبون بهم. نعم. فهذه قضية طائفية بامتياز معروفة، والحديث عنها ليس حديثا طائفيا، هذا حديث إنساني وحديث حق وحديث واقع، لكن يحولونه إلى وصلت إلى رئيس مجلس ما يسمى برئيس مجلس النواب، الحديث والقضية مو قضية طائفية. ما علاقتك أنت أساسا كمجلس نواب، ما علاقتك أنت رئيس مجلس النواب بهكذا قضية؟ أنت لست سلطة تنفيذية، ليس سلطة أمنية، ليس سلطة عسكرية، ليست أي سلطة، أنت سلطة تشريعية، أقصى ما يمكن أن تقوم به أن تشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، لكن أن تقف وتصرح لأنك سني وتريد أن تقنع الناس أن القضية ليست سنية، ليست طائفية، هذه الطائفية بعينها، هذه الطائفية بعينها. دكتور فالح الخطاب، الحقيقة هناك أحاديث حتى من الذين دفنوا هذه الجثث، وأيضا حديث الآن تصريح من طب العدلي في محافظة بابل يقول أنه أغلب هذه الجثث الحقيقة انتزعت منها أعضاء بشرية، كلى وغير كلى. الحقيقة هناك من يسأل هل يمكن أن تمضي الأمور بهذا الاتجاه، أن هناك أناس يخطفون متفهم يقتلون، هناك نزاع طائفي، لكن أيضا تنتزع منهم أعضاء بشرية ليتاجر بها؟ يعني هو من يسأل ربما يعني عقله ربما مدى يشيلها، يعني إذا كان هذا الأمر غريب فسيكون غريبا جدا بالفعل إذا كانت هناك دولة وقانون يحكم البلاد، وهناك عرف قانوني وسياسي ومحاسبة. أخي كريم، أنت تتحدث عن بلد، بقايا بلد للأسف، من يقوم فيه بالتجارة الدعارة، والنساء والمخدرات، يسمى الحجي، حجي فلان، زين، وكما يقول نائب من النواب، يعني مشهور بسلاطة لسانه، يقول هذا الحجي مجرد واحد من حجاج كثر جدا. سرقة الأعضاء، كل ما لا يخطر على بال يقوم الآن في العراق. الهدف من هذا كله تدمير العراق، تشويه العراق، مسخ العراق، مسخ العراقيين، يعني تحويل العراق إلى لا شيء. والله هذا ليس نظرية مؤامرة، إنما نشاهد عملية الترويج للمخدرات، عملية الإفساد، الشذوذ الجنسي، عملية ما يجري للنساء المطلقات والمتزوجات والأرامل يعني والشابات، وما يجري صورة قاتمة، شيء غريب، شيء مخيف. وبالتالي أنت ما تقول متاجرة بالأعضاء هذا جزء بسيط، هناك مافيات، هناك جريمة منظمة. كل ما شهد العالم، يعني يقال في إيطاليا، في نيويورك أيام مضت هناك جريمة منظمة، لكن نعرف أنه في عصابتين عائلتين معروفة. لكن الآن تتحدث أنت عن ماذا؟ كل ميليشيا عندها عصابة، جريمة منظمة بمعنى الكلمة، لا دولة، وهم يقولون لا دولة، لا توجد دولة. فإذا تكلمنا على الميليشيات هي دولة داخل لا دولة أو داخل شبه دولة. فبالتالي عملية المتاجرة بالأعضاء تهون، يعني طبعا لا تهون كجريمة، ولكن تهون أمام ما يجري من 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 فواحش، من جرائم، من مافيات للمتاجرة بالنساء، بالأطفال. يعني والله لو كشف الغطاء إذا تحرر العراق، يعني ستكون هناك مصائب وكوارث. نعم. يعني غير متصورة، غير معقولة. نعم أستاذ ناجي، حرج في جنيف إزاء هذه الصورة القاتمة، وأنه كما قال الدكتور فالح ليس في العراق الآن دولة، بل هناك رقعة جغرافية تتحرك فيها عصابات وميليشيات ومافيات تنشط في مختلف المجالات، من الدعارة، المخدرات، القمار، سرقة الأعضاء، الاتجار بالنساء وما إلى ذلك. ذو الضحايا من المغيبين، من أصحاب هذه الجثث، إذا كانت الحكومة هي المتهمة، هي وميليشياتها، بالخطف، بالتغييب، بالقتل، بتقطيع الأوصال بهذه الطريقة وبيع الأعضاء، ذو الضحايا إلى من يتوجهون؟ أين يذهبون؟ من الناحية القانونية، المحاكم العراقية تبقى مسؤولة عن تسلم دعاوى وطلبات من ذوي الضحايا. المشكلة، نعم، يعني كما وصف ضيوف الكرام، يعني الدولة معدومة في السبب الأساسية، نظام الدولة هي نظام القانون،
ووجود قضاء مسيّد ووجود قضاء يتفشى فيه الفساد. البعثة الأوروبية إلى العراق قالت أن القضاء في العراق محطم بالكامل. منظمات الأنتربول الشرطة الدولية لا تعترف بالمذكرات أمر القبض الصادرة عن طريق القضاء في العراق، لا تعترف به. وهنا في جنيف طبعا هنالك فهم لأن وضع القضاء العراقي وضع سيء جدا. ونتذكر في عام 2014 أيضا كان هنالك مراجعة لسجل العراق حقوقي بشكل عام، يعني معظم دول العالم طالبت بإصلاح القضاء، لذلك تبقى يعني حقوق ضحايا عوائق الضحايا يعني بانتظار أنه تكون هنالك لجنة دولية أو عمل دولي يستجيب لما طالبناه من مطالبات كثيرة في رسالتنا التي سلمت إلى المفوضة السامية قبل يومين وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي يعني ما المانع أن تخصص الأمم المتحدة أو تعين مقررا خاصا لحقوق الإنسان إلى العراق كما هو الحال في بلدان أخرى كما في إيران مثلا؟ نعم وغيرها. نعم، هذا هو مطلب أساسي الحقيقة. إذا, 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 إذا تلاحظون بياناتنا أو الكلمات التي نلقيها أنا أو زملائي في المركز أو كل الرسائل الأخرى، يعني نحن نطالب دائما ونركز على ضرورة تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في العراق لكي يتولى رسميا عملية التوشيح. هذه الجرائم الموثقة، إذا سمحت لي أستاذ راح أقاطعك. نعم. كثيرا، هذه الجرائم الموثقة من المؤسسات الحقوقية الدولية من عام 2003 إلى اليوم، وهي طبعا يعني تقارير الآن جبال من التقارير، ألا تستدعي، أليست كافية لإحالة الملف الجرائم في العراق إلى محكمة الجنائية الدولية، إلى محكمة العدل الدولية؟ يعني ما جرى في السودان واحد بالألف مما جرى في العراق، ومع ذلك صدر أمر إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وطبعا هناك حالات مماثلة. تكفي بالتأكيد، تكفي يعني قسم من هذه الجرائم، يعني يكفي أنه يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكل ما حدث طبعا هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولذلك جزء من المطالبات الرئيسية حتى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة عن الإعدامات خارج القضاء التي زارت العراق في العام الماضي، طالبت بأن ينضم العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية لوجود هذه المشكلة، هي عملية الانضمام. لكن أيضا هنالك، لو كانت هنالك إرادة سياسية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بإمكان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إحالة ملف العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن للأسف الشديد لا توجد هذه الإرادة، لا توجد إرادة لدى روسيا أو الصين أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا التي هي الفاعل الأساسي كان في العراق، لا توجد إرادة لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي للأسف يجب أن ننتظر فرصة أن تنضم الدولة، أو الطريق الآخر الذي ممكن العمل عليه والذي اقترحناه، حقيقة اقترحناه فترات طويلة على كل الجهات العراقية الفاعلة، هو سلوك طريق ما يسمى الولاية القضائية الدولية، أي المحاكمات الوطنية في الدول الأوروبية التي تحاكم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بالإمكان التقدم إليها. لكن للأسف الشديد لم يستمع أحد لهذه الاقتراحات. مرحبا، شكرا للأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف للعدالة، كان معنا عبر سكايب من جنيف في سويسرا. شكرا جزيلا. دكتور ثامر العلواني، بيان الهيئة ذي الصلة بجثث جرف الصخر اعتبر أن هذه الجريمة جريمة مركبة، ليست جريمة يعني أحادية أو عادية، لماذا هي جريمة مركبة؟ أولا بيان الهيئة كان رقم 1396 بهذا الخصوص، كان قد أشار ونصل أن هذا الفعل إجرامي البشع والمدان محليا ودوليا أخلاقيا وإنسانيا قانونيا وعرفيا، هو جريمة مركبة لأنها حوت في ضمنها عدة جرائم. ابتدأت من الاعتقال الغير قانوني، الاختفاء القسري اللي هو منهي عنه دوليا باتفاقات دولية،
لأناس أبرياء كان واجب الحكومة الحفاظ عليهم وعلى حياتهم، لكن الميليشيات وبتواطؤ من الحكومة أخفتهم على مدار سنين، سنتين ثلاثة أربعة منهم إلى خمس سنوات، ثم بدأت بتعذيبهم، ثم بعد ذلك قتلا جماعيا على شكل وجبات، ثم بعد قتلهم، ثم بعد هذا القتل تم دفن المغدورين في مقابر ستكون في المستقبل جماعية، في مقابر في محافظة كربلاء، مع أنهم من محافظة بابل، هم أغلبهم من محافظة بابل من جرف الصخر، ودفنتهم تحت مسمى مجهولي الهوية، وعدم إعلام أهل الضحايا المختطفين والمغيبين لأن ينظروا إلى هذه الجثث إن كانت لمختطفهم أم لا. فإذا هي جريمة متعددة مركبة جاءت لطمس هذه الجريمة الأولى الاختفاء القسري، ثم بعد ذلك تفضل كمل كمل جعل أهلهم وذويهم ينظرون إلى هذه الجثث إن كانت تعود لهم أم لا. فإذا هي جريمة مركبة تعد من جرائم الإبادة الجماعية لأنها جرائم ضد الإنسانية، والتستر على مثل هذه الجرائم هو جريمة أخرى، فعل القتل وإخفاء الهوية والتجريد من المستمسكات كلها جرائم. شكرا، فإذا نحن نتكلم أشكرك. أشكرك وأعتذر منك لضيق الوقت دكتور رافع الفلاحة. يعني هذه الميليشيات الموجودة في العراق إذا لم يكن هناك، وليس هناك رادع لا محلي من القضاء في العراق ولا رادع دولي كما تفضل الأستاذ ناجي حرج، وهناك حصانة وحماية لها، إذن هذا الوضع سيستمر، والمدنيون يعني عرضة في كل وقت للخطف والتغييب والقتل والدفن بعد سنوات من البقاء في ثلاجات الطب العدلي. بالتأكيد، يعني والدليل على ذلك أنه كل أطراف الحكومة وأطراف العملية السياسية، كل القوى الأمنية وهذه للتحكم العراق كلها ثارت ثائرتها بسبب هذه القضية، والحديث عنها واعتبرتها حديث طائفي. الغرض الأساسي، يعني واحد من الأغراض، هو شرعنة هذه العملية أولا، هذه شرعنتها وجعلها قضية عادلة وطبيعية. ثانيا الحديث عنها حديث خطر، وممكن أن يؤدي بالناس يتحدثون عنها منظمات غير منظمات داخل العراق إلى نسوقهم للقضاء، وهذا القضاء مسيس. كما قال مجلس محافظة بابل، أي إنسان يتحدث أو يطالب بعودة المهجرين إلى جرف الصخر سنقاضيه قضائيا. نعم. والأمر الثالث هو إطلاق يد هذه الميليشيات لكي تفعل ما تفعله، وتقتل وتغيب وتسجن وتخطف وتبتز بطريقة شرعية وتحت حماية الحكومة. يعني الواضح كل البيانات التي صدرت، ومن ضمنها أشكرك. بيان حتى حديث ما يسمى برئيس مجلس النواب العراقي الحالي بهذا الإطار، كل حماية لهذه القوى لكي تفعل ما تفعله. لذلك استمرار هذه العملية السياسية، استمرار هذه القوى في حكم العراق سيؤدي بنا إلى أفظع الجرائم، إلى استمرار هذه الجرائم، وهذه طبعا لا تشمل حتى السنة، تشمل حتى الشيعة وغيرهم، وهذه عمليات أولوية الرأي العام، أولوية المجتمع في العراق لإيقاف هذه الجرائم. دكتور فالح بدقيقة إذا سمحت. والله الأولوية هي أنه ينبغي القوى الوطنية، يعني القوى الوطنية سواء كانت فاعلة أو غير فاعلة، ينبغي تسليط الضوء على هذه الجرائم والقيام كرجل واحد، لأنه ما يقع في العراق بالضبط لا يقع على عاتق، وإن كان العرب السنة هم الأكثر تضررا، ولكن الجرائم كثيرة جدا والعراقيين كلهم متضررون، لذا ينبغي أن يقفوا كلهم موقف واحد على قلب رجل واحد. أشكرك الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، وشكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا شكرا للأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، وكان معنا عبر سكايب من جنيف في سويسرا، وشكرا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا عبر السكايب ثم عبر التليفون الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. لنا لقاء جديد إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله.